مرحب يا رمضان شهر الرحمة والغفران. مرحب مرحب يا رمضان شهر الرحمة والغفران. مرحب رمضان مرحب رمضان. رمضان جاي في معاده تمام، جاي بالفرحة للإسلام. محلى دومه محلى دومه، يلا نصوم يلا نصوم، فرض وركن من الإسلام. مرحب 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 رمضان مرحب رمضان. مرحب مرحب يا رمضان شهر الرحمة والغفران. مرحب مرحب يا رمضان شهر الرحمة والغفران. مرحب رمضان مرحب رمضان. من ايامه بعد كتير عن احلامه، صور غريبة عننا لكن بتظهر عندنا. مرفوضة طبعا مننا مرفوضة طبعا مننا. حلوة أوي الزبادي. أصل البت وردة نزلت جابته النهارده من عند الراجل اللي قدامنا ده. الراجل اللي قدامكم؟ حلوة أوي الراجل الزبادي. أمال فين البت وردة؟ لما نامت بعد ما جابت الزبادي دخلت نامت على طول. طب كانت جت كانت لها لقمة؟ تاكل إيه؟ يعني هي صايمة؟ ما هي طول النهار عمالة بتاكل وبتلغ، لما بقت ملحمة على بعضها بقت قطعية واحدة. ملحمة يا شيخ، البنت تاكل كأنها عشاء بالنسبة لها، ما كانتش من ساعة الفطار. يا سلام، طول النهار قلت لك بتاكل، هي سايبة لنا حاجة؟ يا شيخ خلي قلبك رحيم على الشغالات، انت كان ممكن تطلع شغالة. نعم يا اخويا، لا عشت ولا كنت. بنت يا وردة، انت يا بنت اهدى. ما شاء الله، انت لسه هنا؟ انت ما بتشغليش ليه؟ وين الحسواكه دي؟ شايفه التراب؟ هو يا ستي بتنضفها هو يا ستي؟ اه ده انت شاطره فيه، من تحت هنا شيل ده كله تراب كله تراب، بس شاطره في الاكل وبس. بس لما لحمت بقيتي قطعيه واحده على بعض، وانا بنتي تعالي يا حبيبتي تعالي يا اختي يا اختي. اسم الله عليكي كده وانت نحيفه نهار اسود. شايفه بقت تخن ايه؟ ايه يا حبيبتي عملت ايه النهارده؟ اكلت كل الشندوتشات اللي كانت في الشنطه يا ماما. كلتيهم كلهم؟ اه. محدش خد منك حاجه؟ لا. بذمتك امال مالك كده رفيعه والبت ورده لحمت على بعض؟ طب يا حبيبتي بقى انا هروح دلوقتي ايه احضر لك الغدا. انا ممكن يا ماما اصومي دلوقتي لغايه المغرب؟ لا يا ماما تصومي ايه، انت لسه صغنن خالص. بنت يا ورده بتعملي ايه عندك؟ جايلك يخرب بيتك يخرب بيتك. بتعملي ايه؟ بتاكلي بتلوخي بتاكلي العيش؟ خلاص العيش كله مخلص على التلاجه كلها. يخرب بيتك شاده تستنى لحد الفطار بتاكلي يا حراميه؟ انا بعتك لابوكي دلوقتي. انا هصوم منك 13. انا بتاكلي ايه يا ست؟ تعالى مش قادره تصبري بتلوخي؟ امال الصايمين يعملوا ايه وانت عن 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 عن. يا ورده انت يا بنت انت ما صبت
دلوقتي واغسلي المواعين. يلا يا اختي. بقول لك ايه، بعد ما تخلص المطبخ تروح الحمام تدعكيه بالفرشه. انا بقول لك اهو بالفرشه والصابه، انا بقول لك اهو. اسمع كلامي. يا لهوي. يلا روح حط العين، رتبي السراير ولمعي الاوضه كويس بالورنيش. انت فاهمه؟ حاضر. على ما تروع شويه. ما الاختي زراعة جاتك نصيبة، انا عارفة ملحمة كلك على بعضك، بقيت قطعية واحدة. اه يا نعم. اه يا بطني. بيت يا وردة. نعم. ايه يا بنت، ما تنسيش بعد ما تخلصي ده كله تروح تغسل البلكون، ها؟ حاضر. من تحت ومن فوق، وشيل الستاير. حاضر. حاضر. مالك يا بنت؟ مالك متاخده كده ليه؟ مفيش يا ستي. مفيش يا ستي، ده تكون مصيبه. شاطرين بس في لهف الفلوس. انت يا بنت وحشك الضرب؟ انا بقالي قد ايه ما ضربتكيش؟ ربع يوم، ربع يوم. يا اخويا ما تجيش على المسكين اللي في ايدك لقمته. شوف قبل حكم الدين في الظلم ده واخرته. مستوي على الخلق ليه؟ رب الوجود اقوى منك. في يوم ما ترجع اليه مين اللي حيحمي عنك؟ عادل ولا تكون ظالم، راعي ربك يا صايم. مرحب مرحب يا رمضان، شهر الرحمة والغفران. مرحب مرحب يا رمضان، شهر الرحمة والغفران. مرحب رمضان، مرحب رمضان. رمضان جاي في معاد تمام، جاي بالفرحة للإسلام. محلى دومه، محلى دومه. يلا نصوم، يلا نصوم. فرض وركن من الإسلام. مرحب 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 رمضان، مرحب رمضان. مرحب مرحب يا رمضان، شهر الرحمة والغفران. مرحب مرحب يا رمضان، شهر الرحمة والغفران. مرحب رمضان، مرحب رمضان. من ايامه بعد كتير عن احلامه. صور غريبة عننا لكن بتظهر عندنا. مرفوضة طبعا مننا، مرفوضة طبعا مننا.